اهلا، ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذ؟ هربان مراتك ولا ايه؟ اتفضلي. طيب اقعدي اقعدي. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. كنت هنا ببص على معرض رسم وعندي قرايه فاتحه بتاعت قريبتي. عشان كده لابسه حته زفه يعني وبتاع. خالص والله، ده انا حتى حاولت ابقى سامبل على قد ما قدرت، بس تقريبا يعني شكلي النهارده عامل قلق. مش فاهمه الناس يعني فجاه عايزه اقول لهم انتوا اكتشفتوا ان انا بقيت حلوه ولا ايه؟ انت طول عمرك قمر يا ايمان. ميرسي يا ايمان. قولي صحيح، مريم اخبارها ايه واخبار حملها ايه؟ والله تعبانه مش لطيفه معايا شويه، بس انا مقدر طبعا. برافو عليك. بص، هو اول 3 شهور حمل دول صعبين قوي بصراحه، ده اللي انا بسمعه يعني من الناس. والله مش عارف. هو انت يا ايمان ازاي كنت ما اتجوزتيش يعني؟ هم رجاله عيني. عادي يعني يا ادم، عادي مش مشكله يعني. عارفه يا ايمان، من اول ما شفتك وانا شايف ان في بيننا حاجات كتير يعني مشتركه وكده، يمكن حتى اكتر من الحاجات اللي بيني وبين مالي. نصيب بقى، حظي وحش. الكلام ده يا ادم، حظك ايه الوحش؟ اللي انا عارفاه يعني ان انت ومريم اتجوزتوا بسرعه عشان متفقين في حاجات كتير. وده اللي انا كنت فاكره برضه في الاول، بس بعد شويه لقيت ان احنا الاختلافات اللي بيننا اكتر، عشان كده يعني في حد تاني هو اللي في دماغي. وانت تعرف حد على مريم يا ادم؟ لا بس بصراحه في حد انا معجب بيه، نفسي اقول له مشاعري تجاهه يعني كده، نفسي نبقى اصحاب، بس مش هلاقي حد اتكلم معاه اقول له الحاجات اللي انا مش بقولها لمريم. مش اكتر من كده يعني. مش عارفه يا ادم، بس هو اللي انت بتقوله ده مش صح خالص، وما اعتقدش يعني ان مريم لو عرفت حاجه زي دي ممكن توافق بأي علاقه بينك انت واي واحده تانية. هذا انت فاهم؟ انا ايوه، انت الشخص اللي بتكلم عليه كل اللي بقوله، بس انا محتاج حد اتكلم معاه، حد زيك، حد اعرف افتح له قلبي من غير ما حد يعرف اللي بيننا. هو في ايه يا ادم؟ هو انت اتجننت ولا ايه؟ هو انت ازاي تتكلم معايا كده؟ والله العظيم يا ادم لو الموضوع ده اتفتح تاني لاقول لمريم وتتعامل معايا باحترام بعد كده. انت ما تعرفنيش من الشارع يا ادم. انا اسف، انا اسمعيني بس، انا اسف انا مش عارف انا بقول ايه اساسا. انا كنت قاعد مع واحد واداني نفسين، انا اصلا ما بشربش تقريبا، بهلفط في الكلام. ارجوكي انسي اللي انا قلته واعتبري ما حصل. ارجوكي اعتبري اللي حصل ده يعني حصل بينا وما تقوليش لحد. معلش. هو انت بتقولي ايه؟ مستحيل الكلام ده. قصدك ان ادم كان بيحاول معاك؟ بس ادم مش بيطيقك اصلا. طب هو انت ما سالتيش نفسك هو ليه مش بيطيقني؟ ايوه، عشان لبسك وستايلك. على اساس يعني ان انا بمشي في الشارع بقميص نوم؟ لا يا ايمان، بس مستحيل الكلام ده. تحلفي على اللي انت بتقوليه؟ لا طب انا بجد مش مصدقاكي. هو انت بتكدبيني انا يا مريم؟ ده لو ساحر لك انا غلطانه اصلا، انا بجد غلطانه. انت لسه صاحيه؟ زي ما انت شايف. هو كان عندنا ضيوف ولا ايه؟ انا شايف اطباق ومعالق وحاجات. اه كان فيه. مين يعني؟ ايمان. وانا مش قلت 100 مره تقطعي علاقتك بالبنت دي؟ ويا ترى عايز نقطع علاقتي بيها ليه؟ عشان لبسها ولا عشان كانت عاجباك؟ كانت عاجباني. جايبه منين الكلام الفارغ ده؟ تنكر انك كنت بتحاول معاها وانا حامل؟ بحاول ايه يا مريم؟ وانا كنت في ايه ولا في ايه؟ وانا اصلا انا شفتها فعلا مره واحده في الكافيه بتاع المركز الثقافي، وهي جت تحكها وانا بعتها عني وسلام سلام وخلص الموضوع، بس انها عجباني وبتاع. ايه الكلام الفارغ ده؟ نعم، يعني هي بتتبلى عليك؟ طب يا مريم بذمتك مين اكتر حد بيسخنك عليا؟ مش ايمان دي اللي انت قلتي لي في الاول انها كانت معجبه بيا؟ دي عايزه تخرب علينا. شوفي كل تصرفاتها بتقول كده، صح ولا مش صح؟ دي عايزه توقع بيننا يا مريم والله. وبعدين اليوم ده تحديدا اللي هي بتتكلم عليه قربت مني فعلا، وانا وقفتها عند حدها، وكانت بتستغل ان انت مشغوله عني وتعبانه وبتاع، وانا ما رضيتش اقول لك طبعا عشان مش عايز اجرحك. بقول
هقول لك ايه، ده زي القمر، ما تسيبوه لي يعمل، انا عيني عليه بصراحه. معقوله ايمان كان بتحاول معاك انت؟ هي دي الحقيقه، ما كنتش عايز اقول لك بس خلاص، عشان كده وده السبب الوحيد اللي مخليني عايزها تبعد عن حياتنا. فارجوك يا مال، ارجوكي اقطعي علاقتك بيها، دي انسانه خاينه. عندك حق يا ادم، عندك حق، انا مصدقك. ايوه كده يا مريم، انا عايزك تبقي واثقه فيا بالكامل، عايزك ثقتك تبقى كبيره فيا. وبعدين انا اسف قوي على اللي حصل النهارده الصبح، انا ما كنتش في وعي. انت متخيله الصدمه كانت عامله ازاي بالنسبه لي يعني؟ بس طول ما انت جنبي يا حبيبتي انا هكمل. ومن يوم ما كنت عندها وهي ما بتردش خالص على تليفوناتي، حتى الواتساب كانت بتدخل تقرا كلامي وما تردش عليا، ودلوقتي يا طنط عملت لي بلوك، انت متخيله؟ طب ازاي ما تقوليليش الكلام ده من بدري؟ يا طنط صعب عليا قوي، يعني اتخيل ان لازم يكون في واسطه بيني انا ومريم عشان اعرف اتكلم معاها. والله العظيم انا حاسه ان انا في كابوس. معلش حبيبتي، حقك عليا، ان شاء الله غمه وتزول. صحيح يا طنط، انت كنت عايزاني اجيلك ليه النهارده؟ اصل هي كمان ما بتكلمنيش في التليفون حتى بقى لها اسبوع واكتر، ولما بتكلمني برد عليها بصراحه بكلمه ونص. لحد انت النهارده ما جيتي وحكيتي لي اللي حصل، قلت الست هانم لازم تيجي بقى وتعرف الحكايه. لا يا طنط، ما كانش له لازم ان هي تيجي. وبصراحه يعني لو مريم مش عايزه تعرفني تاني، انا ما اقدرش اجبرها ان هي تعرفني بالعافيه. اوعي تقولي الكلام ده تاني، ان شاء الله هتيجي ونعرف منها ايه اللي حصل. ايه بقى يا شاعر؟ الله، انت بتتقل علينا ولا ايه؟ ده الست موسي من ساعه ما شافت صورتك وهي وجعلي راسي. انت بذمتك مش مكسوف من اللي انت بتقوله لي ده يا شربين؟ واتكسف من ايه؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال. والنبي يا شربين يطلع من دماغي دلوقتي. يعني انا لو قلت لك ان النجمه بوسي داخله علينا دلوقتي هتكسفني معاها؟ هتحبطني وياها؟ طب وهي تيجي تعمل ايه؟ ايه؟ تثقف يا حبه عيني، مش المكان ده برضو بتاع الثقافه للجميع؟ ازيك يا سمر؟ الحمد لله يا مدام مريم. ازيكي؟ ازيك يا ايمن حبيبي؟ خدي. ماما فين؟ جوه. لا ده انت مصممه بقى. انا اصلا كنت عايزه امشي. لما تشوفيني ما بردش على رسايلك ولا مكالماتك، المفروض تعرفي ان انا فهمت وعرفت كل حاجه. انما واضح ان مفيش دم. ايه يا مريم؟ جننتي في مخك ولا ايه؟ ازاي تكلميها بالطريقه دي؟ سيبيها يا طنط، سيبيها براحتها تغلط وتقول كل اللي عندها، خليها تجيب اخرها.